السلام عليكم مشاهدي والمشاهدة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. الفيديو اهم حاجه التواضع، احنا ناس متواضعين. مهم بغيت نوجد معكم واحد الشيء ونتمنى تعجبكم، خليكم معايا. بسم الله على بركه الله، خديت هاد الباسينه اولا السوبيره، عندي الفريز، هذا الفريز ديالي غسلته مزيان نقيته، دابا على الرقيته ديالو، والفريز راه معروف دابا زوين مع هاد الوقيته ديال البرد. ما نعاودش لكم مع الليمون، عندي الليمون وعندي الفريز. المهم غادي نطيب، غادي عفوا نطيب قينه، طيب غادي نوجد معكم هاد بحال الفروي، حتى هو بحال الفروي. المهم الفريز والليمون خليكم معايا حسن، غنبقى نخبر لكم غنكلفكم. بسم الله على بركه الله، ناخذ الفريز. المهم نضحكوا شويه، ناخذ الفريز كنحيد له هاد تبارك الله. دابا الفريز واخا شويه زايد في التمام، يلاه دابا يلاه باين، يلاه باين الفريز. نحيدو ليه هاد، ولكن تبارك الله زوين، يعني حلو وغزال، ودابا راه هو زوين بالنسبه لوقت البرد، زوين للزكام. هو الليمون الحمد لله موجود، تعرفوا المغرب تبارك الله الليمون هو اللي موجود دابا، وثمن مناسب، يعني ياخذ الليمون اي واحد ياخذ الليمون، يعني من تقريبا دابا تبارك الله الليمون هذه من 2 دراهم ل 160 الفوق، من 2 دراهم ولكن حاجه مليحه. المهم تنبقاو نقيو، حيدوا لي هذا تبارك الله، ما تسخوش تحيدوا لي هاد الوريقات على مزويناتهم، حتى هما عاطين المنظار ديالهم، ولكن ضروري تحيدوا. المهم كنديروا بهاد الطريقه كيعجبني. بسم الله صافي، حتى هو كنبقى نقطعو كطريفات صغيرين. المهم قبلوا عليا، قبلوا على الفيديو ديالي، وقبلوا لي على الكوزينه صغيوره، الله يعطينا من فضله يا ربي، تيسر لينا ان شاء الله، ندير شي كوزينه تكون كبيره، فين نبقاو فين نتمرحوا نصوروا. قولوا امين، قولوا امين المشاهدين، خليوا لي امين في التعليق باش ربي يسر لي ان شاء الله، ويسر الجميع يا ربي، قال لنا شي حاجه الخير الله يكمل عليه. انا ما تنديرش هاد القليبات البيضاء، قطع مقرقاق تيجي غزال، تيجي زوين صراحه. انا هاد الوقيته ديال الفريز تنبقى ندير ليه بحال هكا دائما، هاد الوقيته ديال الفريز ما الريحه ديال الفريز ما نقولش لكم، الريحه معتبره، الريحه ديال الفريز مهم، وهي ما تشهيش فينا. المهم الحمد لله راه كلشي تاكل الفريز، الحمد لله كلشي تاكل الفريز، الحمد لله كل واحد الخير ديالو في دارو، الحمد لله الشكر لله، واللي ما عندوش الله يعطيه يا ربي، الله يعطينا، الله يعطي لكل واحد من فضله، الله يعطينا ويعطيكم من فضله. المهم غنبقى مستمره بحال هكا، راني غسلته مزيان مع تكون فيه الرمله، غسلته مزيان هنا في هاد السوبيره، غسلته تقريبا شي 4 المرات ولا 5 المرات، وكتلقاي فيه الرمله لتحت، محتكم كتغسلو كتلقاو فيه الرمله صافي، بقيت كنغسل فيه مزيان تتنقع. انا هاد البيض تنحيدو مع شويه كيكون بحال مسوس، المهم غنبقى مستمره بحال هكا، تنكملو نكمل كل هاد الفريز. هانتوما المشاهدين غادي نبقى تنقطعو ان شاء الله كامل، وغادي ندوز باش ان شاء الله نعصر الليمون، خليكم مع الفيديو. وانا كملت بالتقطع، انا قطعته كصغيور، عصرت الليمون، دابا بسم الله على بركه الله هو الليمون غادي نخويه هنايا على الفريز. بسم الله تبارك الله، راه فيه الماء نبيل واخا ماشي ديال العصير، المهم تبارك الله فيه. غناخذ هنايا بسم الله على بركه الله، كتبقى الحلاوه
على حسب كل واحد، لواء كتبقى على حسب كل واحد. غادي ناخد عندي ماء الزهر، هذا عندي ماء الزهر بالعامري في ريحه زوينه، بسم الله على بركه الله، لا داعي للشهره، انا ما تنديرش اشهار. المهم انا كنقول لكم شي حاجه زوينه ديال ماء الزهر، واحد الريحه فيه غزاله. المهم انا درت ثلاثه المعالق كبار ديال ماء الزهر، كتجي مع الفريز والليمون. ما نعاودش لكم، نتمنى يكون يبان لكم واحد الريحه غزال، ريحه الليمون مع الزهر جو مواتين. والحلاوه كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يكون حلو بزاف، كاين اللي كيبغي ناقص. المهم انا ما تنبغيش ديك الحلاوه بزاف، وغنحط ليهم سنيده، اللي بغاها راه غادي يزيدها في الجبانيه ديالو. صافي، خليكم معايا، تنتلاقاو في التقديم. واخيرا خوتي اخواتاتي، انا وجدت الفروي ديالي، قولوا لي كيف جاكم، زعما ما جا زوين، ما جاش غزال، الله الا جا واعر، ما نعاودش لكم، جربوه والله الا الصراحه. دابا وقت الفريز موجود، جربوه بهذه الطريقه غيجي واعر، ومع داك المذاق ديال الزهر شي حاجه طوب طوب. المهم كنشكركم بزاف، دعموا لي القناه ديالي، دعموها فضلا وليس امرا، وخلوا لي شي تعليق يكون زوين، وشكرا لكم بزاف بزاف، ودمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم بزاف خوتي خوتاتي، كنشكركم بزاف بزاف.